هتجروها، هتجروا الكام شريحة دول منيها؟ أنا والله مش فاكر حتى في الكتاب كانوا موجودين ولا شلتهم. في الغالب يعني ممكن تكون موجودين، مفيش مشكلة يعني. كده كده ملف الملف عندك يعني، هما يبقوا شريحتين ثلاثة بالكتير. هنبدأ كده محاضرة النهاردة إن شاء الله عن البروتين كيمستري. يمكن إحنا خدنا الكربوهيدرات والليبيد، فيتبقى أهم شيء بعد كده اللي هو البروتين كيمستري. الأهداف من المحاضرة ديت أو الـ ILOs إن إحنا نعرف إيه هي البروتين والإمبورتنس بتاعتها والكلاسيفيكيشن وطرق الترتيب والفصل بتاعتها وقصة الديناتوريشن وأهميته. هنبدأ بتعريف البروتين. زي ما عرفنا الكربوهيدرات والليبيد، البروتين ده عبارة عن بوليمر من ماشي هحاول افتكر يا عبد المنعم اول ما اوصل ليهم. تعريف البروتين ده عبارة عن بوليمر او حاجات متجمعة من المين سب يونت بتاعتها او الوحدة الاساسية بتاعتها هي الاحماض الامينية او الامينو اسيد. يبقى خلي بالك في الليبيد كان فاتي اسيد والكحول والرابطة اسمها استر بوند، في الكربوهيدرات كان مونوساكرايد والرابطة اسمها جلايكوسيديك بوند، في البروتين امينو اسيد والرابطة اسمها بالتايد بوند. بس قال لك ان لازم يبقى عدد الامينو اسيد المكونه للبروتين يبقى اكتر من 50 امينو اسيد لما اطلق عليه تيرم بروتين، لانه لو اقل من 50 بيبقى اسمه بالتايد. ايه اهميه البروتين؟ طبعا ليها قيمه غذائيه او نيوتريشنال رول، ليها دور تحفيزي لان كل الانزيمات اللي في جسمك اللي بتقوم بعمليه او بتحفز عمليه تفاعلات التمثيل الغذائي في الجسم دي عباره عن بروتين النيتشر. برضو بعض الهرمونات في جسمك بتكون بروتين النيتشر او طبيعتها بروتين. الاميونوجلوبولينز او الانتي بودي، الاجسام المناعيه اللي في جسمك اللي بتدافع عن جسمك ضد اي ميكروب ياخذ جسمك، ده اصلا في الاساس عباره عن بروتين. عشان كده ليها ديفنسيف رول او دور دفاعي. كمان في بروتينات موجوده في الدم بتاعك اللي هي بلازما بروتين، دي مسؤوله عن انها تحافظ على الاوزموتيك بريشر بتاع الدم. مش كده وبس، في بعض النواقص في جسمك بتحمل على عاتقها الهرمونات المختلفه والمينرالز او المعادن المختلفه وتروح توديهم من مكان لمكان في جسمك. النواقل دي عباره عن بروتين النيتشر، عشان كده البروتين ليها ترانسبورت رول او دورنا في تنقل انها تنقل هرمونز او مينرالز. مش كده وبس، الهيموجلوبين نفسه اللي في الار بي سيز بتاعتك ده عباره عن بروتين النيتشر. البروتينات بتدخل في تركيب الخلايا وبتبقى موجوده في العضلات وموجوده في العظم وموجوده في الاغشيه الخلويه، فهي ليها ستراكشرال رول او دور تركيبي. مش كده وبس، العوامل المسؤوله عن تجلط الدم اللي هي الكواجوليشن فاكتور، ودول حوالي 13 فاكتور لما تاخدوا عمليه تجلط الدم في الفسيولوجي، اصلا عباره عن بروتين ان نيتشر. كمان ريجوليشن اوف جين اكسبريشن، معظم المواد اللي هي بتنظم عمليه استنساخ الدي ان ايه او ترانسكريبشن بتاعه دي بتبقى بروتين ان نيتشر. طيب تعال نتكلم على الوحده الاساسيه للبروتين اللي هي الامينو اسيد. حوالي في 300 امينو اسيد في الطبيعه، لكن 20 بس منهم هم اللي بيدخلوا في جسمك وهم المهمين للانسان من ال 300. الصوره اللي قابله للتمثيل الغذائي الاحماض الامينيه لازم تكون في ال فورم، واحنا قلنا ال والدي زي ما خدنا في الشجر. على فكره بالنسبه للشجر معلومه ليكم، الميتابولايزابل فورم اوف شجر لازم تكون في الدي فورم، لكن في الامينو اسيد لازم يكون في ال فورم. تقول لي يعني دي يعني ايه دي وال؟ دي حاجه ليها علاقه بالترتيب الذرات ال H وال OH، يا ترى موجوده على يمين ولا على شمال الكربون اتوم. وعشان طالما ليها علاقه بالستراكشر فاحنا مش بناخد فيها تفصيلا، بس تبقى معلومه عابره كده نعرف ان الميتابولايزابل امينو اسيد في جسمنا لازم تكون في ال L فورم. المفروض كل امينو اسيد في جنرال ستراكشر كده لاي امينو اسيد ثابت، ولكن اللي بيختلف من امينو اسيد للتاني في الاستراكشر هي السايد تشين او المجموعه الجانبيه اللي بيسموها راديكال تشين او الار. يعني كلهم ليهم نشاط ضوئي ما عدا الجلايسين، وانا هنا مش مفسرها لكن انا هدينا افسرها لكم اهو، لان الجلايسين في الاستراكشر بتاعه بيحتوي على 2 هيدروجين اتوم، وطالما في 2 سيميلر اتوم ماسكه في الكربون سيميلر اتوم ماسكين في الكربونه يبقى معنى كده هيضيع لي الاسيمتريه بتاعت الكربون اتوم زي ما خدناها في السكريات، وبالتالي مش هيبقى ليهم اوبتيكال اكتيفيتي. يبقى ما بين كل الامينو اسيد، عشان ده بيجي في سؤال ام سي كيو، ما فيش غير الجلايسين هو اللي اوبتيكالي ان اكتيف ماشي، لكن باقي الامينو اسيد دول اوبتيكالي اكتيف ماشي.
نيجي لتقسيمة الأمينو أسيد، قسمنا الكربوهيدرات والليبيد قسموها 3 تقسيمات، تقسيمة كيميائية. هو اسمه ليه أمينو أسيد يا جماعة؟ لأن في أمينو جروب من ناحية وفي كربوكسيليك جروب اللي هي الأسيد جروب من ناحية، فهو قسموها التقسيمة الكيميائية على حسب عدد الأمينو جروب والكربوكسيليك جروب. لو الأمينو أسيد ده فيه واحدة وواحدة، يعني مونو أمينو ومونو كربوكسيليك، فبيسموها نيوترال امينو اسيد او احماض امينيه متعادله، لان دايما الكربوكسيل جروب بتدي خواص حامضيه للحمض الاميني والامينو جروب بتدي خواص قلويه، فلما يبقوا الاثنين كد بعض فبسميه نيوترال امينو اسيد. طيب يا دكتور، ما لهمش ايزومر برضو؟ ليهم ايزومر، ما هو ليهم الايزومر اللي هو الدي والال، بس مش الايزومرز بتاعت الكربوهيدرات اللي خدناها الاستراكشر والكلام ده لا. وياريت يا جماعة حاجات اللي فيها استراكشر أنا أوريدي ببعد عنها، وإنتوا عندكم زحمة في المعلومات فخلاص ابعدوا عنها برضو، ما تسألوش في حتة أوريدي هي أنا بقول لكم ابعدوا عنها، يعني اسألوا في التفاصيل المهمة. طيب نرجع لكلامنا، النيوترال أمينو أسيد ديت فيها واحدة وواحدة، لكن الأسيديك المتوقعين هيبقى فيها 2 كربوكسيليك جروب وواحدة أمينو جروب، وبالتالي طاقة الخواص الحامضية، عشان كده مونو أمينو داي كربوكسيليك. اما المجموعه الامينو اسيد الثالثه اسمها بيزك امينو اسيد، دي بتحتوي على 2 امينو جروب وواحده كربوكسيليك جروب اللي هي داي امينو مونو كربوكسيليك. طيب التقسيمه الثانيه دي تقسيمه غذائيه او بيسموها نيوتريشنال او بيولوجيكال كلاسيفيكيشن، على حسب هل ينفع، هل الاحماض الامينيه دي جسمك يقدر يصنعها ولا لا، كان بي سينثسايزد ان ذا هيومن بودي اور نوت. لو جسمك ما يقدرش يصنعها وبالتالي من الضروره انه تبقى موجوده في الاكل بتاعك علشان مهمه للنورمال جروث اند ميتابوليزم، فبسميها اسينشال امينو اسيد. تقول لي ايه ده؟ ده نفس الكلام اللي قلته لنا في الفاتي اسيد، كان فيه اسينشال فاتي اسيد. ما هو فيه اسينشال امينو اسيد برضو، احماض امينيه ضروريه اللي هي تعريفها ايه، اللي هي الاحماض الامينيه اللي كانت بي سينثسايز ان اور بودي وماست بي سبلايد ان اور دايت. بينما لو جسمك يقدر يصنع هذه الاحماض الامينيه خلاص مش ضروري انك تاكلها في الاكل بتاعك، لان انا مش هخاف عليك انه يحصل لك نقص فيها لان جسمك يقدر يعوضها ويصنعها، فبسميها نون اسينشال امينو اسيد. وسيبك من الاسم الثاني الاندسبنسبل والديسبنسبل، ده سيبك منهم، احنا بنقول على طول اسينشال ونون اسينشال امينو اسيد. برجع اقول يا جماعه انا متابع معاكم على الميتنج شات، لو حد عايز لو في حد عايز يسال عن حاجه، ولما بلقى الوقت مناسب برد عليه، فانا حتى اوريدي فاتح على الميتنج شات على طول. ماشي، طيب نرجع للكلاسيفيكيشن الثالثه دي، ميتابوليك كلاسيفيكيشن، على حسب الاحماض الامينيه بيحصل لها تمثيل غذائي في الجسم فتتحول الى جلوكوز بس ولا اجسام كيتونيه اللي هي كيتون بوديز بس، ولا ممكن الحمض الاميني ده يتحول للجلوكوز والكيتون بودي مع بعض، وبالتالي اللي بيتحول لجلوكوز بس بسميه جلوكوجينيك امينو اسيد، جلوكو من جلوكوز، لكن اللي بيتحول لكيتون بوديز بس بسميه كيتوجينيك امينو اسيد، كيتو من كيتون بوديز. اللي بيتحول للاثنين بسميه ميكسد امينو اسيد، يعني بوث جلوكوجينيك اند كيتوجينيك. دي التقسيمه الكبيره، وهنبدا ناخد واحده واحده منهم سريعا. اولها الكيميكال كلاسيفيكيشن، ودي نبدا بالنيوترال امينو اسيد، وافكركم اللي فيها 1 امينو 1 كربوكسيليك جروب، دي بدورها بتتقسم الى 5 سب جروبس. الجروب الاولى اسمها اليفاتيك امينو اسيد، اليفاتيك يعني ما فيهاش حلقه بنزين، الاحماض الامينيه الاليفيه ما فيهاش حلقه بنزين في الاستراكشر بتاعها، ودي بتشمل 5 اكزامبل، الجلايسين، الالانين، الفالين، الليوسين، الايزوليوسين. طيب الهيدروكسي امينو اسيد، ودي امينو اسيد فيها او اتش في الاستراكشر بتاعها، ودي بتشمل برضو 5 اكزامبل، بس في 2 اساسيين في الجروب اللي هم الامينو اسيد اللي اسمه سيرين والسيريونين، وفي الثلاثه التانيين هم فرعيين. يعني ايه فرعيين؟ يعني كل واحد فيهم اساسي في جروب ثانيه. تقولي طب ازاي هم مكتوبين في كذا جروب؟ هو ينفع؟ ينفع، ممكن الحمض الاميني يبقى فيه كذا خاصيه فاضطر يبقى اساسي في جروب وفرعي نتيجة لوجود هذه الصفة فيه يبقى فرع في جروب آخر. فمثلا التيروزين والهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين، الثلاثة دول فيهم او اتش بس كل واحد فيهم في جروب تاني اساسي غير الهيدروكسي امينو اسيد. امال مين الاساسيين؟ هم السيرين والسيريونين. الاروماتيك امينو اسيد اللي فيها حلقة بنزين في الاستراكشر بتاعها، ودي بتشمل الفينايل الانين والتيروزين والتريبتوفان. السلفر كونتيننج امينو اسيد، دي امينو اسيد فيها سلفر، وعلى فكره بتيجي اسئله ام سي كيو على هيئه ايه؟ all of the following are hydroxy amino acid except، راح اقول لك مثلا سيرين، سيريونين، تيروزين،
جلايسين، فتروح تختار الجلايسين، فهي مهمة في الحتة دي. طبعا علشان أسهل لكم أو عشان تحفظوها، أصلا كان الزمان مقررة بالستراكشر، يعني تخيل كل حمض أمين أنا بقوله لك ده كنت المفروض مطالب تحفظ الستراكشر بتاعه، دلوقتي مفيش، فده يخليك إيه يعني تحس إن الدنيا دي أهون من اللي غيرها. السلفر كونتيننج امينو اسيد دي احماض دهنيه، احماض امينيه فيها عنصر الكبريت او السلفر، ودي بتشمل اربعه اكزامبل، السيستين والهوموسيستين والسيستين والميثايونين. اما الجروب الخامسه والاخيره اللي تبع ما زلنا تبع النيوترال امينو اسيد اسمها هيتيروسايكليك امينو اسيد. يعني ايه هيتيروسايكليك؟ يعني فيها حلقات وليست حلقه بنزين، حلقه رينج ستراكشر بس مش بنزين رينج، لان لو هو بنزين رينج كنا سميناه اسمه ايه ده اروماتيك امينو اسيد. طيب الهيتروسايكليك امينو اسيد بتشمل يا جماعه ثلاثه اكزامبل اساسيين، التريبتوفان. تقول التريبتوفان ده كان في الاروماتيك، لانك لو شفت الاستراكشر بتاعه هتلقى فيه حلقه بنزين وحلقه تانية خماسيه، فعشان كده ضمناه اساسي تبع، المفروض هو اساسي تبع الهيتروسايكليك، لكن فرعي في الاروماتيك امينو اسيد نسبه ان في حلقه بنزين في الاستراكشر بتاعه. طيب الهيستيدين امينو اسيد، وفي اتنين اخوات كده مع بعض بيتدلعوا شويه اسمهم امينو اسيد. تقول لي يعني ما اسمهمش امينو اسيد؟ اقول لك لا ما اسمهمش امينو اسيد. طب ايه قصه الامينو دي؟ والله طلع ان المفروض انا بقول الامينو اسيد سميناه امينو اسيد لان في امينو جروب اللي هي ان اتش 2 وفي الاسيد جروب اللي هي الكربوكسيل جروب اللي هي سي او او اتش. الاثنين الاخوات الحلوين دول اللي هم البرولين والهيدروكسي برولين، دول فيهم امينو جروب، يعني بدل ان اتش 2 في ان اتش بس، خلاص، فاسمهم امينو جروب عشان كده سميناهم امينو اسيد، وهم تبع الهيتروسايكليك امينو اسيد اللي بالتبعيه تبع النيوترال امينو اسيد. وبكده يبقى خدنا اول احنا في سلايد 9 يا اسراء، وبكده يبقى احنا خدنا اول تقسيمه او اول دراع من الكيميكال كلاسيفيكيشن اللي هم النيوترال امينو اسيد، اللي كانوا كلهم بيشتركوا ان هم فيهم امينو جروب وكربوكسيل جروب واحده. نيجي بعد كده للاسيديك امينو اسيد. الاسيديك امينو اسيد دي قلنا تعريفها ان فيها اثنين كربوكسيل جروب، يعني اثنين اسيديك جروب وواحده امينو جروب، فبيسموها مونو امينو. ممكن بالراحه ماشي ما فيش مشكله، بنسميها مونو امينو وداي كربوكسيليك اسيد. طيب الاكزامبل اللي عليك تو اكزامبل بس، الجلوتاميك اسيد والاسبارتيك اسيد. نيجي للجروب الثالثة اللي هي البيزك امينو اسيد، هيتيرو فيها حلقة ولا في ايه اسمها؟ هيتيرو سايكليك يا وردة، احنا قلنا هيتيرو سايكليك يعني فيها مركبات حلقية بس مش بنزين رينج، حلقة البنزين دي سداسية لكن الحلقة الخماسية دي مش بنزين رينج، عشان كده سميناها هيتيرو سايكليك. طيب نرجع للجروب الثالثة في الكيميكال كلاسيفيكيشن اسمها بيزك امينو اسيد، دي فيها اثنين امينو جروب وواحده كربوكسيليك جروب، فبنسموها داي امينو مونو كربوكسيليك، ودي بتشمل 5 اكزامبل، الارجينين والسيترولين والاورنيسين واللايسين والهيدروكسيلايسين. طيب دي احنا خلصنا الكيميكال كلاسيفيكيشن. الميتابوليك كلاسيفيكيشن اللي احنا قلنا هل هو جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك ولا ميكسد، فاحنا ناخد الجدول على طول اللي فيه الاكزامبل. عندك الاونلي كيتوجينيك امينو اسيد هو الليوسين. بيجي سؤال على فكره ام سي كيو، اقول لك which of the following is the only ketogenic amino acid is، اروح اقول لك ليوسين ايزوليوسين لايسين تريبتوفان، فانت تختار الليوسين ماشي. طيب في بقى ميكسد جلوكو كيتوجينيك، وده بيشمل اللايسين وبيشمل الثلاثه اكزامبل على الاروماتيك امينو اسيد اللي هو التيروزين والتريبتوفان والفينايل الانين، وبيشمل الايزومر بتاع الليوسين اللي هو الايزوليوسين. دول الفايف اكزامبل على كيتو على الميكسد كيتوجينيك اند جلوكوجينيك. طب الباقي بقى يبقى احنا خدنا خمسه اكزامبل على الميكسد وواحد على الكيتوجينيك، ادي سته، هيفضل كام من ال 20 يا جماعه؟ هيفضل 14. راحوا فين؟ راحوا تبع الجلوكوجينيك. يعني لما اقول لك all of the following are ketogenic are glucogenic amino acid except، يبقى اقصد بكلمه جلوكوجينيك مش شرط ان يكون جلوكوجينيك اونلي، ما هو لو ميكسد هعتبره برضو جلوكوجينيك، فانا هجيب لك اختيارات ومنهم الليوسين، فتختار الليوسين اللي هو الوحيد اللي استحاله يتحول لجلوكوز. لكن لو قلت لك ذا اونلي جلوكوجينيك امينو اسيد
include all of the following except، يبقى لازم اركز على ال 14 فقط. The only glucogenic معناها ان انا مش عايز يتحول لكيتون، عايزه يتحول لجلوكوز بس خلاص. لكن لو السؤال جاي لك عام عايم كده جاي لك الجلوكوجينيك امينو اسيد، يبقى اقصد سواء البيور جلوكوجينيك يا جماعه او الميكسد كيتو اند جلوكوجينيك. التقسيمه الثالثه والاخيره اللي هي النيوتريشنال او البيولوجيكال كلاسيفيكيشن، قلنا دي الاحماض الامينيه بقسمها الى خلود. عايز الجزئيه دي تاني، جزئيه بتاعت الجلوكوجينيك والكيتوجينيك. بص انا بقول لا اما الامينو اسيد يتحول لكيتون بودي بس، وانت عندك وان اكزامبل اللي هو الليوسين، لما يتحول للاثنين كيتون بادز وجلوكوز اللي هم الميكسد، فعندك 5 اكزامبل: الايزوليوسين اللي هو اخو الليوسين الايزومر بتاعه، واللايسين، والثلاثه اكزامبل بتوع الاروماتيك امينو اسيد اللي هو الفينيلالانين تيروزين تريبتوفان. حلو، الباقيين اسمهم بيور جلوكوجينيك. لما اجيب لك سؤال بقول لك all of the following are glucogenic amino acid except، اقصد بكلمه جلوكوجينيك طالما ما قلتش بيور جلوكوجينيك، يبقى اقصد بيها سواء بيور جلوكوجينيك او ميكسد جلوكو اند كيتوجينيك. اوكي، لكن لما اقول لك البيور كيتوجينيك بس، يبقى انا اقصد ال 14 امينو اسيد اللي انا ما كتبتهمش في الجدول. ماشي، طيب البيولوجيكال او نيوتريشنال كلاسيفيكيشن اللي هو الاسينشال امينو اسيد ولا نون اسينشال. الاسينشال عرفناها خلاص، وقلنا الاحماض الامينيه اللي جسمك ما يقدرش يصنعها، سو ات از اسينشال تو بي تيكن ان دايت. ايه المصدر بتاع الاحماض الامينيه ديت الاسينشال دي؟ مصدرها مين اللي بتبقى بروتينات حيوانيه زي اللبن والبيض واللحمه والكبده والسمك والفراخ، وقليل من البروتينات النباتيه زي الفول والعدس البين واللنتو. طيب احنا رحنا جمعنا هم 10 على فكره، بالمناسبه احنا عارفين ان احنا اهم امينو اسيد كعدد عندنا 20، ففي 10 اسينشال و10 نون اسينشال امينو اسيد. العشرة الاسينشال دول رحنا ضمنا اول حرف او اول حرفين من كل امينو اسيد وكملنا كلمه كده سميناها فيتال ليمف. ايه هم بقى؟ حيث الفي ترمز الى الفالين، الاي الى الايزوليوسين، التي الى السيرونين، التي الثانيه الى التريبتوفان، الاي الى الارجينين، ال الى الليوسين، ال واي ترمز لللايسين، الام ترمز للميثيونين، البي ترمز فنايل الانين، الاتش للهستيدين. المحاضره دي موجوده في الكتاب، موجوده في الكتاب يا لورا. واحمد بيقول يا دكتور هي الاحماض الامينيه لها وظائف مناعيه؟ مش الاحماض الامينيه، البروتينز. مش هقول لك الحمض الاميني ليه وظيفه مناعيه، بس هو الاجسام المناعيه نفسها عباره عن بروتين النيتشر، وهناخدها على فكره الاميونوجلوبولينز وهتعرفوا الكلام ده حالا. طيب انا اضطردت 4 مرات وبيقول لي انه اكتمل. بص يا ايات انا هرجع للعدد، مع اني كنت عايز ما العدد 350. هو فعلا يا ايات لو هي سمعاني للاسف 350 ده الماكسيمم نمبر للميتنج، وربنا يسهل ان شاء الله وتتحل المشكله ديت عن قريب. فانت معلش هتتعبي بقى، انت ممكن تسمعي ال اسمه ايه ده الريكورد بتاع المحاضره. معلش في حد طلعني، ما اعرفش مين بيطلعك يا رند، دي ما اعرفهاش التكنيك دي. طيب احنا كده خلصنا ال 20 امينو، ال 10 اسينشال امينو اسيد. نيجي للنون اسينشال، هيشمل ال 10 الباقيين، وتعرفها دي امينو اسيد ممكن جسمك يصنعها، وبالتالي انت لو ما اكلتهاش في الاكل بتاعك مش هتأثر عليك في النمو بتاعك ولا ولا الصحة ولا الهيلث. طيب طرق ترسيب البروتينات يا جماعة، البروتينات بنقدر نرسبها. ايه حكاية ترسيب البروتين ده؟ انا لو عندي خليط من بروتين وعايز افصل واحد، بس افصله عن طريق ان انا ارسبه في القاع عشان هو ده اللي استفيد منه واشتغل عليه. فقال لك ممكن ترسبه عن طريق طرق كتيرة خالص، منها نقطة التعادل الكهربي أو الأيزو إلكتريك بوينت. إيه قصة نقطة التعادل الكهربي دي؟ الشريحة اللي بعد دي جديدة فيها الرسمة، بس دي جديدة. الشريحة اللي هي رقم 17 دي مش موجودة عندكم، اللي يسأل بيقول لي بقول لي على رقم الشرايح اللي مش موجودة، رقم 17. دي كانت رسمة بس، لو تلاحظ أنا مرسم البروتين موليكيول أهو وراسم الأمينو أسيد. دي على فكرة مين بقى بيعمل بيلعب في الكنترول؟ another user took control، someone else is now control of the presentation.
في مشكلة يا جماعة حصلت حاليا. في حد بيلعب في الكنترول، الدنيا ماشية معاكم تمام؟ طيب لا، القطع ده نت، لكن السلايد واضحة والدنيا ماشية. السلايد واضحة، حد يرد بالشات يا جماعة. تمام ماشي. طيب في حد بيلعب في الكنترول؟ يعني احنا خلاص المفروض دي، شوف المحاضرة الكام، المفروض ان احنا خلاص يعني عرفنا ازاي نستخدم الدنيا، فبلاش نلعب يعني ونركز، واللي مش فاضي وبيلعب خلاص يطلع ويلعب براحته بعيد يعني عن المحاضرة، عشان بس ما يعملش ديستربنس لزمايله، يا ريت يعني. بالنسبة للالكتريك بوينت او نقطة التعادل الكهربي، دي بيبقى فيها البروتين مولكيول او الامينو اسيد بيحمل ايكوال بوزيتيف اند نيجاتيف تشارج، زي ما شايفين في الرسمه البروتين مولكيول كل بتاع على التشارج او الشحنه الموجبه والسلبه، فدول متعادلين مع بعض. هنا برضو الامينو اسيد اسمه زويتر ايون، تلقى الامينو جروب ديت فيها شحنه موجبه، وتلقى الكربوكسيل جروب اللي هي السي او او فيها شحنه سالبه، فكده الامينو اسيد والبروتين فيها ايكوال بوزيتيف اند نيجاتيف تشارج. نرجع بقى الشريحة اللي قبلها اللي هي شريحة 16، بيقول لك عندها بيبقوا اسمهم الكتريكال نيوترال، اللي هو بيظهر عندي اللي بيعمل كده، ماشي. بيبقى عندها الكتريكال نيوترال اللي هو متعادل كهربائيا، وليست سوليابل اللي هو ما بيدوبش وما بيروحش، نوت مايجريتنج ان الكتريك فيلد، لو حطيته في دايره كهربيه فيها انود وكاثود او فيها قطب موجب وسالب، لا يتحرك ناحيه القطب ده والقطب ده، ليه؟ لانه الشحنات اللي عليه الموجبه والسالبه بتكد بعض. الطريقه الثانيه ان انا استخدم تركيزات مختلفه من محاليل الاملاح المتعادله، various concentration of neutral salt solution. النيوترال سولت سموها ليه نيوترال سولت؟ لانها املاح متعادله فيها الشحنتين الموجب والسالب. يعني مثلا عندك ال NaCl، عندك ال NaCl خلاص يا احمد عدلي، وخلاص ما فيش مشكله كانه ما حصلش حاجه. ال NaCl ال Na دي موجب والCl دي ماينس، الامونيوم سلفيت او سلفات الامونيا ال NH4 ديت موجب وال SO4 ديت سالب، المغنيسيوم صلفيت، المغنيسيوم ده بيحمل شحنه موجبه، والكبريتات ديت او الصلفات بتحمل شحنه سالب. ايه قصه ازاي الملح يقدر يرسب البروتين؟ هرجع تاني للسلايد اللي بعدها لان فيها الرسمه اللي بتوضح الكلام ده. قالك البروتين نفسه بيبقى عن طريق حاجه اسمها سولتنج اوت فينومنا. يعني ايه سولتنج اوت فينومنا؟ يعني ان انا السولتنج اوت هنا ديت معناها ان انا اقلل البروتين سوليابيليتي عن طريق ان انا ادينج لارج اماونت اوف سولت، ان انا اضيف كميه كبيره من الملح فاقلل الذوبان بتاع البروتين. ازاي بقى؟ ان انا قال لك ان المفروض البروتين ده بيبقى متحوط بطبقه ميه لما يبقى دايب، فبيجي الملح ده يتشرب بطبقه الميه اللي حوالين البروتين، يعمل لي ديهايدريشن، فيروح يعرش الشحنه بتاعه البروتين ايا كانت موجبه او سالبه مش هتهمني. ليه؟ لان انا عندي نيوترال سولت، لو البروتين بيحمل شحنه موجبه فالشحنه السالبه اللي موجوده في النيوترال سولت تعادلها لي، ولو البروتين بيحمل شحنه سالبه الشحنه الموجبه اللي في النيوترال سولت بيعادلها. سلايد رقم 17 يا احمد. بعد ما بيحصل نيوتراليزيشن طبيعي تلقى البروتين ترسب كده ونزل في القاع. طيب نيجي بعد كده لقصة ترسيب البروتين بالنيوترال سولت سوليوشن. قال لك انت ممكن عندك اكزامبل، يعني مثلا الالبومين بريسيبيتيتد ب 100% ساتوريشن، ان انا اجيب محلول كامل التشبع. ازاي بقى؟ ان انا اجيب الالبومين سوليوشن، اجيب مثلا 5 مللي منه في انبوبه تيست تيوب، واحط فيه الالبومين وارج. المفروض الالبومين ده خلاص ماشي، احط فيه سوري السلفات الامونيا نفسها دي عامله زي الملح،
احطها في الخمسة ملي اللي موجودين في انبوبه الاختبار بتوع القلب ومن سوليوشن، وارز كويس الانبوبه، اروح الجا داب والملح اللي انا حطيته ده، اروح احط شويه تاني يبدا يظهر لي ترسبات من الملح، معناها ان القلب من سوليوشن تشبع تماما بصلفات الامونيا، وبالتالي تلقى لون الالبوم بدا مبيض خالص لانه ترسب. طب ايه حكايه ان الجلوبلين بيترسب في محلول نصف مشبع او 50% ساتوريشن؟ ان انا اجيب 5 مل ميه احضر منها محلول كامل التشبع، ازاي؟ احط شويه ملح في الميه دي وارج، واحط ميه ملح وارج وملح وارج لغايه ما يبدا يترسب لي الملح في قاع الانبوبه، معناه ان الميه اللي عندي دي بقت كامله التشبع من صلفات الامونيا. اروح اخد منها 2 مللي واحط من محلول الجلوبلين 2 مللي في انبوبه ثانيه، 2 على 2 كده انا خففت الساتوريشن ل 50% تشبع مش ل 100%، انا كده خففته للنص لان انا خدت 2 مللي من المحلول الكامل التشبع وخففته بنفس الكميه بمحلول الجلوبلين. القى الجلوبلين بدل ما كان دايب ولونه ابيض خفيف بدا يبقى ابيض مركز جدا لان هو ترسب. نفس الكلام على الفايبرينوجين، لو انا خففت المحلول الكامل التشبع ده بنسبه 20% فايبرينوجين، القى الفايبرينوجين بدا يترسب معايا. فدي قصه اللي هو الترسيب باستخدام محاليل الاملاح المتعادله بتركيزات مختلفه. الطريقه الثالثه اللي هو الهيفي ميتالز او المعادن الثقيله زي الميركر اللي هو الزئبق والنترات الفضه السيلفر نيتريت، ديت يهمني تعرفوا انها بترسب البروتينات اللي بتحمل الشحنه السالبه، لان في طريقه رابعه اللي هي باستخدام الالكالويدر ريجنت او اشباه القلويات، وديت يعني ايه اشباه القلويات؟ زي الحمض اللي هو اسمه ترايكلورو اسيتيك اسيد او ثلاثي كلوريد الخليك، وحمض البيكريك اسيد، وحمض التانيك. وده بيرسب لي الالكالويدر ريجنت، بيرسبوا البروتينات اللي بتحمل شحنه موجبه. احنا في سلايد 18. ايوه انا في سلايد 18 حاليا. الطريقة الخامسة باستخدام الكحول بدون تفاصيل، الطريقة السادسة باستخدام الحرارة. وعلشان أفكركم بقصة إن أنا أرسب بالحرارة دي، عاملة زي بياض البيض يا جماعة، مليان بروتينات وخاصة الألبومين والجلوبولين. بياض البيض العادي ده ممكن تجلبه في مية فيختفي، بس إيه رأيك سخن المية دي؟ مش بيبدأ يحصل تبدأ البياض البيض المسلوق المفاتف ده يظهر في المية هي وبتغلي؟ اهي دي قصة اسمها هيت كواجوليشن. انا رسبته بقى، وفي الاول كان دايب، لما عرضته للحرارة بدأ يترسب لانه بدأ يحصل له تجلط اللي هو الحتت البيضة بتاعت بياض البيض المسلوق. اللي بيقول لي عيد يا جماعة معلش تبقى ترجع للريكورد، انا ما عنديش طيب ان انا عيد المعلومة مرة تانية لان انا بقولها بالتفصيل، كن حضرتك كده فلتت منك شوية، ممكن ترجع للريكورد في وقتها. الطريقة اللي بعد كده بعد الحرارة، ويهمني في الهيت كواجوليشن الالبومين والجلوبولينز فقط بستخدمهم، او هي البروتينات اللي بيحصل لها ترسيب بالحرارة اللي هي البروتينات الموجودة في بياض البيض. نيجي بعد كده للإميون بريسبيتيشن، ان انا استخدم سبيسيفيك بروتين انتي بودي، اجيب الانتي بودي نفسه واروح يكون خاص بالبروتين اللي انا عايز ارسبه ما بين خليط من البروتينات. فلما اضيف الانتي بودي لخليط البروتين ده هو هيمسك في واحد منهم بس فيتجل في الوزن فيروح ينزل تحت ويترسب. في برضو طريقة اخرى باستخدام الاحماض زي النيتريك اسيد، ودي بدون تفاصيل. نيجي بقى لقصة طرق فصل البروتينات. افرض انا عايز افصلهم، يعني افصلهم هو على فكرة الترسيب احد طرق الفصل، بس انا اقصد هنا بالفصل ان انا عايز احرك البروتينات عن بعضها، افككها من الخليط بتاعي، يعني عايز موفمنت، مش عايز انها ترسب كده وما تتحركش. فطرق الترسيب دي، وان كان البريسيبيتيشن يعتبر احد الطرق بتاعتها، لكن انا يهمني من كل الطرق المعروضة عندكم في السلايد دي يهمني الثلاث طرق اللي هقولها لكم دلوقتي، اللي هو الكروماتوجرافي والالكتروفوريسيس والدياليسيس. تعالوا نشوف كل واحدة ايه فكرتها. الكروماتوجرافي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن يا جماعة انبوبة كده زي ما واضح عندكم على السلايد، ومقسومة على نصين، في حاجة اسمها موبايل فيز ودي بتبقى فيها سائل، وفي اسمها سوليد فيز ودي بتبقى او ستيشنري سوليد فيز بتبقى صلبة. الاثنين دول انا بحملهم بحاجات بيبقى فيهم مواد معينة، وباجي اصب من فوق الخليط بتاع البروتين بتاعي اللي انا عايز افصل منه بروتين واحد بس.
اول ستيب اروح احط الخليط اللي انا عايز افصله يا جماعه في الكولم ده، يروح تلقى ايه؟ تلقى البروتين اللي عايز افصله لازق لي في واحده من تو فيزز دول، لا اما فوق لا اما تحت، لا اما الموبايل لا اما الاستيشنري فيز تحت. وبعد كده بتروح باقي البروتين ينزل من فتحه اللي تحت بتاعه الكولم دي اللي انا مش عايزها خلاص. تقول لي طب والبروتين اللي لزق ده ما انا عايزه عشان اشتغل عليه، اروح احط بفر كده محلول منظم كده مره تانية يفكك لي البروتين اللي لزق لي في احد التو فيزز دول، فاستخدم اليوت اللي ينزل لي. اليوت ده اللي هو الميه اللي فيها البروتين اللي انا عايزه واشتغل عليه اللي هو كان خلاص اترسب في جهاز الكروماتوجرافي. تمام. اللي بيقول لي ان النت قطع اعتقد في الريكورد هو في دكتور حمدي ولا لا؟ ايوه انا كنت فعلا عامل ميوت ورجعت تاني. لو سمحتوا لو سامعيني كويس بلغوني. الصوت ظهر عنديكم؟ الصوت ظهر. طيب بس هي السلايد مش ظاهره مش كده؟ في شيء غريب حصل انا معرفش يعني. السلايد مش ظاهرة مش كده؟ طب بصوا انا هعمل ستوب ريكوردنج عشان اللخبطة دي وهعيد تاني هسجل تاني على السلايد اللي احنا وقفنا عندها. خلاص اوكي.
الصوت ظاهر تمام. ستوب ريكوردينج وهعمل ريكورد من اول وجديد. ما اعرفش في دكتور حمدي تمام دخل معايا في الخط.